صار يذكرك اذا ما تذكرك وما تذكر الطريقه اصلا من اول لما نقول بحصاري حرام تذكر اشتر عساس هذا الحل وين الحل؟ ما لا شيء في شيء موجود خلي نترك بس تروح نحن تجيني احنا ولا لا انت بترك هذه ما قلت لك زي ما قلت لك لا تقول يا رب تحترم نفسي عشان احترم نفسي قلت يا رب تكون واقعي عشان اكون واقعي صدقني مهما حاولت تكون محترم الحصان ما يحترم اللي قدامه لما يكون واقعي لما يراك انك محترم حاول يا جو ما يدخل عشان ما يحصل الجو.